اليوم دولة الإمارات ممثلة في مركز محمد بن راشد للفضاء تستضيف النسخة 72 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. اليوم عندنا أكثر من 4000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، نتكلم عن أكثر من 100 دولة حول العالم يشاركون بالباحثين والمتخصصين في مجال الفضاء. اليوم عندنا رواد الفضاء اللي يشاركون طبعا المجتمع العلمي خبراتهم وتجاربهم في الفضاء، بالإضافة إلى إلهام الأجيال القادمة بهذه التجارب والمشاريع العلمية. كذلك عندنا توقيع اتفاقيات بين عدد كبير من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وكالات الفضاء العالمية، من أجل العمل على مشاريع مشتركة مستقبلية في مجال الفضاء والبيئة وغيرها. My company is from Sweden. المشروع هذا إنجاز كبير مع الفريق الإماراتي اللي اشتغل على هذا المشروع، ونحن حاليا موجودين في المؤتمر الدولي للفضاء اللي نحاول فيه نشارك المعلومات اللي حصلناها من المسبار، من المعلومات العلمية، وأيضا من الخبرات اللي اكتسبناها من وراء هذا المشروع. والحمد لله في إقبال كبير من الناس الموجودين، فوق 110 دول موجودة اليوم معانا، ومتفائلين خير والحمد لله. أحدثكم اليوم من المؤتمر الدولي للفضاء في استضافته الأولى في دولة الإمارات. من خلال هذا المؤتمر البالغ للأهمية تم تداول الخبرات بين كل من الجهات النشطة في مجال الفضاء، وهذا يشكل نجاح وتميز كبير لدولتنا، خاصة أن اليوم نشهد حضور كبير من قبل وكالات الفضاء العالمية وشركات متخصصة في نطاق الفضاء.